عقد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة النائب الدكتور جمال صالح وعضوية سعادة عضو مجلس الشورى السيدة هالة رمزي اجتماعا مع السيدة إلين شاميرلاين دوناهوي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المقر الأوروبي لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف. الاجتماع الذي عقد على هامش جلسات مجلس حقوق الإنسان تطرق إلى مناقشة ما طرحته المفوض السامي لحقوق الإنسان نافي بيلاي في خطابها الأخير بشأن مملكة البحرين. وأكد نائب الدكتور جمال صالح خلال اللقاء على ضرورة أن يتم التفريق بين المسيرات السلمية التي سمحت المملكة بالمئات منها والتي تمارس وفق القانون والدستور، وتلك المسيرات والهجمات الإرهابية التي تخرج فيها جماعات تستخدم فيها الأسلحة والمتفجرات محلية الصنع وتقوض من حريات المواطنين والمقيمين في الأمن والتنقل والعيش الآمن، وهي حريات كفلها الدستور البحريني ودعت لها العهود الدولية لحقوق الإنسان. كما أوضحت عضو مجلس الشورى السيدة هالة رمزي أن الأعمال الإرهابية في البحرين استهدفت المدارس والمؤسسات التعليمية بشكل شبه دائم وعمدت على الزجر بالأطفال والطلبة في أعمال العنف والفوضى والإرهاب. من جانبها أبدت السفيرة الأمريكية لدى المقر الأوروبي بجنيف استياءها من تصاعد الحراك الغير السلمي في الشارع البحريني بما يعطل المصالح العامة، وحثت على استكمال الحوار مع كافة الأطراف من أجل تحقيق الاستقرار في البحرين. وحول هذا الموضوع معنا من جنيف عبر الهاتف سعادة النائب الدكتور جمال صالح عضو مجلس النواب رئيس الوفد البرلماني البحريني. مساء الخير سعادة النائب، وبداية كيف كان لقاؤكم اليوم بالسفيرة الأمريكية بمقر الاتحاد الأوروبي بجنيف، وما هي الصورة لدى الجانب الأمريكي فيما يتعلق بتصاعد العنف في الشارع البحريني وانتهاج المسيرات للعنف والإرهاب؟ مرحبا بكم تلفزيون البحرين وأهل البحرين جميعا، نحييكم من جنيف حيث تتواصل جلسات مجلس حقوق الإنسان. احنا نمثل المواطن البحريني ونرفع أصوات المواطنين البحرينيين والمقيمين في البحرين إلى الوفود المشاركة في هذه الجلسات. نحن نقارع الادعاءات الباطلة والمهولة بالحجة والأدلة، لأن صوت المواطن أمانة في أعناقنا. كما ذكرت بالأمس التقينا بالمندوبة الأمريكية الدائمة لدى مقر الوفد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان، واستغربنا جدا أن يبدو أنها كانت لم تعلم حقيقة ما يحدث للمواطنين وشعب البحرين من إرهاب متلحف بغطاء المطالبات السلمية. طبعا كانت متفاجئة، لأن الحجج اللي سقناها لها والبراهين والأدلة كأنها أخذتها على غرة. هذه اللقاءات أيضا من ضمن محاولات صادقة لدحض بيان المفوضة العليا المسيء لمسيرة البحرين وخطواتها المتوالية في مجال تعزيز حقوق الإنسان في البحرين، اللي أشادت بها الكثير من الدول الحاضرة لاجتماعات المجلس. على الرغم هذه نقطة أخرى، اللي هو على الرغم مما يربط مجلس التعاون الخليجي والبحرين من روابط اقتصادية قوية بالحكومة السويسرية تتمثل في أكثر من 7 مليار يورو سنويا من التبادل التجاري، إلا أن ذلك لم يكلفهم عناء أخذ الحقائق من مصادرها الصحيحة، وقاموا بتأليب مجموعة من الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان من خلال مصالح مشتركة وأجندات خفية لإلقاء بيان لا يحمل في طيه أي ثقل قانوني، فقط للتغطية على جميع الخطوات المتقدمة التي تخطوها البحرين في مجال حقوق الإنسان. احنا نرى ان مثل تلك البيانات اللي لا يتبعها أي فعل في الواقع تعطي وترسل إشارات خاطئة لأصحاب العنف والإرهاب في البحرين، بدلا من إدانتهم إدانة صريحة وواضحة أمام مجلس حقوق الإنسان. كنا نتوقع أن يدين مجلس حقوق الإنسان الأعمال الإرهابية اللي تحصل في البحرين وتحاصر المواطنين في بيوتهم وشوارعهم ومراكز أعمالهم، لكن مع ذلك احنا جهودنا متواصلة إن شاء الله. أنا والسعادة الشورية هالة رمزي والأخوان معنا في الوفد والوفود الحكومية من أجل بيان الحقائق وعرضها على جميع الوفود التي يتأتى لنا الالتقاء فيها.
نعم سعادة النائب جمال، طبعا فيما يتعلق بانتهاج العناصر الإرهابية لحقوق الأطفال أو انتهاكها لحقوق الطفل في البحرين عبر الزج بهم في أعمال العنف والاعتداء على المنشآت التعليمية، كيف كان تقييم السفيرة الأمريكية لذلك؟ كما قلت لك السفيرة كانت متفاجئة من المعلومات التي أوصلناها لها، خصوصا عن طريق استغلال الأطفال في أعمال العنف. الأطفال هم يعرفون بمن يقل سنة عن 18 عام، وللأسف الشديد مجموعة كبيرة منهم في البحرين يساقون لأعمال الإرهاب والعنف. وبينا للسفيرة الأمريكية هناك أننا نحن في البحرين سنعاني مستقبلا من تشبع هؤلاء الأطفال بالعنف، حيث أن الأطفال الذين يبدأون حياتهم بقتل مواطنيهم وإحراقهم بزجاجات المولوتوف أو الإطارات الحارقة أو القنابل المفجرة عن بعد أو الأسياخ الحديدية التي يقوم بها جموع الأطفال المدفوعين بالكراهية والعنف، كل هذه الآثار ستترك ترسبات وآثار مستقبلية في شخصياتهم. هؤلاء الأطفال سنعاني من تأهيلهم بعد سنوات حالما تحل المشاكل الحالية. سنواجه بجموع كبيرة من الأطفال تشربوا بالعنف والإرهاب، وسنحتاج إلى موارد ضخمة وجهود متواصلة من أجل تأهيلهم وإزالة رواسب العنف عنهم مستقبلا. نعم سعادة النائب الدكتور جمال صالح عضو مجلس النواب رئيس الوفد البرلماني البحريني، شكرا جزيلا لك.